suite de la matrice. Y'a que des pièces encore à parler. Allez, allez, allez. J'euphorie de peur et que péré. Ce que je sais sans m'endommager. Enfin senti dans ma bulle. Allez, allez, allez. De tes roses. Avant que mon ego s'impose. J'ai fini de te regarder. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف نفسي الاسم خالد شيكر، اسم الشهرة خالد مومو، فنان كنتمي للمنطقة ديال اقليم شفشاون مركز الجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا البداية ديالي كانت في 1994-95. كنت كنحلم انني نكون فنان، كنفكر الفن انني نمارس الفن، ولكن مع الظروف مع البلاد اللي كنا كنعيشوا فيها انا كان بزاف امكانيات ناقصه. حاولت انني نصنع من نفسي فنان، انني نخدم بطريقه عصاميه. بزاف الفنانين اللي تبعت القوض، بزاف الفنانين دازوا، لقيت انهم عصاميين، قراوا بنفسهم، كونوا نفسهم، يعني مارسوا الفن، يعني اجتهدوا، سافروا كثير، داروا علاقات مع ناس. انا فكرت ندير هكاك، الحمد لله سافرت، خرجت المغرب، استفدت من الناس، الاصدقاء ديالي. اول نقطه باش دخلت للفن هو انني بعد ما سافرت وكسبت علاقات مع اصدقاء فنانين موسيقيين، اساتذه كبار، ماشي يعني اساتذه بمعنى الكلمه، حكى نور الدين الطنطاوي في مدينه الدار البيضاء، درست معها عامين ديال السولفيش في المديونه بامكانيات ضعيفه جدا ضعيفه جدا. سافرت لمكناس، تعاشرت مع اصدقاء موسيقيين، استفدت منهم. مدينه تونات، مدينه فاس، مدينة الحسيمة. من بعد أول نقطة لقيت راسي أنني كندير الفن، أنني كندير الفن، تخلف، بديت كنحس بالفن، شنو هو الفن، رسالة، تبعت الفن، يعني قلت صافي أنني غادي نكمل. صافي بديت كنحاول أنني نفكر ندير ألحان ديالي، كلمات ديالي، توزيع ديالي، والحمد لله. من بعد هذا السفر وهذا الرحله الفنيه اللي كنت كندير من كل سنه ابتداء من شهر 7-8-9، كنت كندير 3 شهور كل عام، بديت كنخدم حفلات، بديت كنفكر انني مع غنيت بزاف القطاع، عزفت قطاع كثيره، غنيت مع مغنيين بزاف، عزفت مع مغنيين بزاف، بديت كنفكر انني ندير شي حاجه ديالي. شنو غادي ندير؟ كلمات ما عنديش، شنو غندير بدون امكانيات؟ صافي فكرت انني ندير شي حاجه ديالي. الحمد لله جاب الله، تعاشرت مع اساتذه، على رشيد الخطابي اعطاني اول قطعه اللي غادي يعطيني هي انت عارفه، كنت سجلتها في مدينه الرشيديه، الالبوم ديال اهيالية، هذاك اول البوم كنت سجلته. يعني ملي خرج السوق القصاده الحمد لله في المنطقه وعند الناس، زديت شجعت انني نفكر نزيد نخدم ونزيد نجتهد ونزيد نكافح. بعد مني فكرت ندير ديك البوم في 2000 في مدينه الرشيديه، اخترت ندير واحد ستيل، ستيل ديالي، اي ستيل ديالي، ما فكرتش انني نقلد ندير الحان الناس او كلمات الناس ولا لا، خرجت بواحد ستيل ديالي. من سجلته الحمد لله لقى واحد صدى، ولكن حتى بالنسبه للشركه ديال الانتاج، راه اللي كتمشي لعندو كتقول له دير لي الانتاج لهذا الالبوم هذا، كيسمع له كيلقى ديك السونتيمونتال، ما كيتشجعش انه يقدر يدير انه انتاج، كيقول لك هذا الالبوم انا نقدر نخسر فيه، نخسر فيه، نخسر فيه، نخسر فيه، نخسر فيه. داز عندي الالبوم بعد التسجيل ديالو 5 سنين، عاد غنعمل له الانتاج واحد الشركه عباره فون الشاون، هذاك هو اللي سمعوا عجبوا، قال لي نقوم بالانتاج ديالو، دار الانتاج ديالو الحمد لله، لقى صدى، ولكن ماشي صدى كبيره، نقولوا الناس ما يعني ما استلغتش لديك الستيل هذاك، ما استلغاش ديك ستيل، ستيل سونتيمونتال عنده جمهور ديالو قلال. من بعد بديت كنفكر انني شنو غادي ندير، ندير واحد ستيل اللي يعجب هاد الناس هادو، شنو هاد ستيل هذا، فكرت ندير واحد ستيل شعبي راي بحال اللي كاين السوق. من بعد ما فكرت ندير البوم ثالث بديك ستيل يعني السوق، الناس اللي كتعجب الناس، الرقص، ستيل راقص، درت واحد البوم ثاني سميتو البوم ديال كريمه. هاد كريمه عطاني هاد الفكره هادي، كان عطاني نور الدين الطنطاوي، الاستاذ نور الدين الطنطاوي، اللي من هاد المنبر كنوجه له تحيه كبيره،
كان عطاني الفكره هذه. عمل ديك البوم ديال كريمه الحمد لله القصاده، قصاده مزيان. ديك الالبوم كنت سجلته في مكناس عام 2012، القصاده كثيره صافي. من بعد بديت كنفكر اني نخدم هذيك الستيل، خدمت على الالبوم الثالث مدينه تازا بديك الستيل هذاك حليمه، حتى هو القصاده وتعرفت عند الناس الحمد لله، وتعرفت عالميا عند الناس، عرفوني الناس كثير. غير فرصه انها ما جاتش انسان يدخل التلفزه، ما لقيناش يعني فرصه، ما عرفتش واش يكون داكشي ملحاض ولا يكون داكشي ما داكشي ما عرفتش. من بعد صافي ملي درت الالبوم ديال حليمه القصده صافي نعزلت، قلت انني ما باقيش ندير هذا الستيل، هذا غادي نتثبت في الستيل ديالي باش ما كان كان او ما كانش. وما بغيتش فلوس، ما بغيتش شهره نوصل، وما بغيتش. ليومنا هذا مازال كنتثبت في الستيل ديالي، وعديت البوم في 2016 في مدينه الحسيمه، البوم ديال ارجع لي الحمد لله، اللي عملت له قامت بالانتاج ديالو الشركه ديال فاس ميوزيك في اليوتيوب، صدى كبير الحمد لله. وانا غادي في هذا الالبوم في هذا الستيل هذا ان شاء الله الى يومنا هذا سي محمد وجامي. بالنسبه للانسان كفنان مع ظروف مع امكانيات قليله، راه كيجي لواحد الوقت واحد الحال يعني كيأس. انا وصلت لهذ الحاله هذه وصافي، ملي لقيت الناس راه ما كتسمعش هذا الستيل هذا، قلت صافي غادي نيأس، فشلت. وبصح بعدت على الفن لمده 5 سنين 6 سنين، ما عزفتش الموسيقى ولا قررت الموسيقى ولا، ولكن ما عرفتش حتى كيفاش رجعت وبدات وعطيت اكثر كيف ما كنت، ما عرفتش. والحمد لله بفضل الاستاذ توفيق ممدوح، استاذ اللي كان عطاني بزاف ديال الكلمات، قمت بالالحان ديالهم الحمد لله والتوزيع ديالهم الحمد لله، ولقاو صدى كبير الحمد لله. لحنت قطاع لسوريا لبعض الفنانين من سوريا الحمد لله، لقاو صدى عجبهم الناس الالحان والحمد لله. تغلبت على نفسي يعني ما عرفتش كيفاش رجعت للفن، ما عرفتش راسي كيفاش، راه كنت فشلت يعني، كنت فشلت صافي بالنسبه للفن، كنت فشلت بعد الفن، ما عرفتش كيفاش راسي كيفاش حتى رجعت للفن، ورجعت كقنبله. ما كنتش ناوي انني انا غنعطي ديك الالحان وانني غنعزف ديك الاعزاء ديك المعزوفات، وانني والحمد لله. وهذا الشيء كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، والله بفضل الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي دار بالو شي حاجه وخدمه بنيته وكان صادق فيها اكيد غيكونوا عراقيل ومتاعب ومعاناه كثيره، ولكن يتشبت ويصبر، واكيد اكيد بفضل الله سبحانه وتعالى كيكمل. والحمد لله والحمد لله الحمد لله. بالنسبة للسؤال هذا السي محمد، غنجاوبك بكل صراحة، بكل صراحة، جاوب بكل صراحة. أنا ما عمري لقيت شي دعم أبدا بصفة نهائية، منطقة ولا لقيت شي دعم ولا لقيت شي مساعدة بصفة نهائية. الفرقة كنا أسسنا الفرقة كانت برئاسة خالد مشبل، التحية كنوجه له التحية ديالي. كنا وجهنا يعني كونا فرقة موسيقية اللي كان سميتها أوركسترا الشباب، كنا مارسنا الفن وكنا كنتمرنوا لعدة ساعات في اليوم، كنا كنخدموا في المنطقة، كنخدموا بعض الحفلات بعض مناسبات، ولكن استمرينا فيها نقول لك 5 سنين 6 سنين مع العراقيل والمشاكل اللي كانوا في الفرقة والمعاناة، وكانت الإمكانيات تشتت الفرقة يعني كل واحد فين مشى، واحد مشى لتطوان، كاين اللي مشى هكا، كاين اللي مشى هكا، ترشد الفرقة. أنا ملي شفت الفرقة أنها صافي تفرقت، فكرت أنني نحيي فرقة أخرى، هو سافرت لمدينة تاونات. في مدينة تاونات كونا فرقة أخرى اللي هي سميتها على هذه فرقة أوركسترا الشباب، والحمد لله خدمنا فيها وخرجوا منها أساتذة. اللي كان معنا خالد مشبال من ضمنهم كان دائما كترأس فرقة ديال أوركسترا الشباب، دابا معنا دابا الحمد لله، وخدمنا وزولنا مع بعضنا وتمرنا مع أساتذة في دار الشباب ديال مدينة تاونات، كنا كنتمرنوا لعدة ساعات وخدمنا. ومن بعد الحمد لله وكلها ترش، كاين اللي شد الطريق هكا، كاين اللي توظف، كاين اللي بالنسبه للفن علاقتي مع السي محمد هو انني ما كان لا انتظر انني نكون فنان مشهور غني عندي فلوس كنسافر للدول ولا من الخارج ولا لا، ابدا ما نشيت فكره. لو كانت عندي فكره ما يكونش باقي انني هنا، او نكون بنيت اسره ونجلس معها ونختار واحد العمل رسمي اللي هو بسيط وراني جالس فيه، وراني كنسمح في الاعمال كثيره في الفن ليومنا هذا. ليومنا هذا والله سي محمد قسما بالله اللي كنسمح في الاعمال كثيره في الفن، سماح في الخدمه في الحسيمه في لوطيل ديال 4 ايطوال،
سمحت في بزاف لي زوتيلات كيعيطوا لي ما كنبغيش هذا الدومين ما بغيتوش، بغيت هو العمل الرسمي، الحياة اليومية ندوزها مع وليداتي بخير وعلى خير، والفن هو اللي كيكمل لي حياتي، وهو اللي هو اللي يعني كيخلي لي اليوم ديالي متوازن. كلمة اللي كنصح بها انا الشباب الشباب الموهوبين في هذا الوقت في هذا الجيل هذا، كنصحهم انا اولا بالصبر، ويثبتوا بواحد ستيل، يشدوا واحد ستيل واحد يخدموا عليه، يتمرنوا عليه على الاقل واحد 3 ساعات في اليوم، ويشدوا في واحد ستيل واحد، ويثبتوا ويخدموا ويديروا علاقه مع ناس، ويسولوا ويبحثوا حتى لما عارفوش الحاجه يسولوا اساتذه، يسولوا يكون راسهم صغير يعني يعني يتواصلوا مع الناس اللي عندهم تجربه وعندهم فكره مثلا في المجال الفني، وكنقول لهم يصبروا يصبروا ويصبروا ويجتهدوا ويكافحوا ويكافحوا بفضل الله سبحانه وتعالى، كل شيء كل شيء يوصل ان شاء الله باذن الله. نقول لك السي محمد، وهو كلمه اللي نقول لك في حقك انت، كنشكرك كنشكر السي محمد استاذ يحيى، واللي هاد الالتفاته ديالو بصراحه انا عندي 45 عام عندي 25 عام في ما عمرو يعني شي واحد التفت ليا، ولانه استدعاني دار معايا هذا اللقاء ابدا. كنشكرك السي محمد، كنشكرك بزاف بزاف، كنقول لك وفق وكنتمنى لك ربي يوفقك في المسيره ديالك الفنيه حتى انت، وشكرا جزيلا لك، وشكرا كل الناس اللي ساعدونا واللي سمعونا بصدق ويقدرونا، وكنشكر الشكر جزيل جزيل لكم، بارك الله فيكم، شكرا لكم.